السلام عليكم أعزائي الطلبة، أبتدأ معكم الآن المحاضرة الخامسة واللي راح تكون ضمن مفاهيم ذات ارتباط بمفهوم الأزمة اللي هو تحت عنوان المبحث الثالث. الحقيقة هناك عدة مفاهيم ترتبط بصورة أو بأخرى بمفهوم الأزمة. من هذه المفاهيم أعزائي الطلبة، أول مفهوم هو مفهوم الكارثة، وهي تعد حادثة كبيرة وقعت بصورة فعلية وينجم عنها أضرار فادحة كبيرة في الممتلكات والأرواح وفي الجوانب المادية، أو قد تكون في الجوانب المعنوية، وهي قد تكون طبيعية مثل ما يحدث زلازل، براكين، عواصف، سيول، أو قد تكون فنية يسبب بها الإنسان بشكل عمدي أو غير عمدي. الكارثة في حالات كثيرة سبب رئيس للأزمة، لكن الكارثة ليست هي الأزمة. هناك أمثلة كثيرة فيها نتائج الكوارث سبب واضح في وقوع الأزمات، منها أزمة توفير الطعام والشراب للمنكوبين، أزمة توفير المسكن والمأوى للمنكوبين، أزمة تفاقم عمليات النهب والسرقة، أزمة الطاقة الكهربائية والنفط. لهذا احنا هنا ممكن انه نقول ان مفهوم الكارثة يختلف عن مفهوم الأزمة، انه الكارثة في اغلب الاحيان تكون ناجمة عن عوامل طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان، لذلك فان الكارثة ينجم عنها الكثير من الجوانب ايضا الإيجابية، مثل حشد طاقات الموارد البشرية في المجتمع المنكوب نحو العون والمساعدة بما يقدرون انه يسووه، توحيد جهود مراحل التغلب على نتائج الكارثة، تعبئة المشاعر العامة للمواطنين والمؤسسات للعمل الجاد للتغلب على الكارثة. أما المفهوم الآخر اللي هو نشوفه إحنا قريب من مفهوم الأزمة، ممكن في بعض الأحيان أيضا نسميه أزمة، هو مفهوم القوى القاهرة. القوى القاهرة أقدر أعرفها هي حالة تنشأ رغم إرادة المنظمة وتقود إلى الإخفاق الكبير بالمنظمة، تمنعها من السلوك والتصرف اتجاه هذه الحالة. والقوة القاهرة هي ظرف يصعب التنبؤ به ويصعب أيضا التحكم فيه، وتؤدي في أغلب الأحيان إلى منع الموظف أو المدير من تنفيذ مهام محددة متفق عليها مسبقا. فإن الأزمة تختلف عن القوة القاهرة كون إن الأزمة ذات طبيعة تعاقدية، كما هو الحال في القوة القاهرة التي تحول دون تنفيذ مهام أو أنشطة محددة تم التعاقد عليها أو على تنفيذها مستقبلا. أما مفهوم الصدمة اللي هو أيضا المفهوم الثالث يكون قريب من مفهوم الأزمة، اللي هو ممكن أن نعبر عليه هو موقف حاد ينجم عن حادث غير متوقع، يؤدي هذا الحادث إلى شعور فجائي بالخداع والغدر وشعور بالإساءة غير المتوقعة، وتؤدي الصدمة إلى تتابع الأحداث بصورة تعزز شعور مربك ويتخلله جانب من الخوف والدهشة والذهول والعجز. ويمكن القول أن الصدمة هي أحد الأعراض الأساسية الناجمة عن وقوع الأزمات، يعني الصدمة قد تخلف أن أزمة. صار واضح؟ هي تحدث عندما تنفجر الأزمة بشكل مفاجئ وسريع دون إنذار أو تمهيد، علما أن الإحساس بالصدمة يكون إحساس سريع وطارئ يختلف ويزول بسرعة بعد أن يتم إدراك الصدمة وامتصاصها. ذاك الوقت راح صناع القرار راح يدركون والعاملين بالمنظمة أن هناك كانت أزمة، وبسبب انتشار الصدمات بشكل كبير في المنظمات على اختلاف أنواعها فقد برز ما يسمى بإدارة الصدمات، وهو مفهوم يختلف عن إدارة الأزمات. إذا هنا راح يجينا سؤال، أو ممكن أوجه لكم سؤال، ما هو الاختلاف ما بين إدارة الصدمات وإدارة الأزمات؟ أبدأ الآن بتوضيح هذا الاختلاف بتعريف ما هي إدارة الصدمات. إدارة الصدمات هي إدارة تركز على شكل الصدمة وعلى إطارها وغلافها الخارجي، وتهتم إدارة الأزمات بجوهر الأزمة وعلاجها والتعاطي معها وإدارتها، وهي أسلوب إداري حديث يعبر عن كيفية تعامل إدارة المنظمة مع الصدمة. أهم الأدوات الفاعلة لهذه الإدارة هو أسلوب الامتصاص. يكون ذلك من خلال ماذا؟ يتم ذلك من خلال بناء حاجز وقائي إسفنجي للمنظمة. تكون مهمة هذا الحاجز شنو؟ امتصاص الصدمة، وتنقل المنظمة بعد ذلك من مرحلة الامتصاص الصدمة إلى مرحلة التعاطي مع هذه الصدمة واستيعابها وتحليلها.
ومن ثم التعرف على جوانبها المختلفة والتغلب عليها وعلى نتائجها وأثارها السلبية، وتحويل التهديدات. شوف ايش راح تسوي، راح تحول التهديدات اللي نجت عن الصدمة إلى فرص حقيقية تستفاد منها المنظمة. وهناك أيضا مصطلح آخر بعض الباحثين والكتاب أيضا يتناولوه في كتبهم، هو مصطلح الإدارة بالصدمات. شوفوا أكو إذن عندي مفهومين، واحد يختلف عن الآخر، مفهوم إدارة الصدمات ومفهوم الإدارة بالصدمات. هذا المفهوم كلش مهم أيضا، يعني صارت عندكم ثلاث مفاهيم يجب عليكم أنه تديرون بالكم على الاختلاف الواقع فيما بينهم، إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة، العفو صارن أربعة، إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة ومفهوم إدارة الصدمات والإدارة بالصدمات. هذا المصطلح اللي هو مصطلح الإدارة بالصدمات هو أسلوب إداري يجري بموجبه استخدام الصدمة كوسيلة لإدارة المنظمة. هذا الأسلوب منو تستخدمه؟ تستخدمه المنظمات الخاصة وغير الخاصة. ويعد أيضا من الأدوات التي تستخدم في أسلوب الإدارة بالصدمات ما يسمى غسيل الدماغ أو غسيل المخ. تستخدم هذه الأداة مع الأشخاص الذين يتعاملون مع المنظمة لأول مرة، فتلجأ هنا المنظمة إلى استخدام أسلوب الصدمة القوية معهم من خلال إبهارهم بالمنظمة والاستحواذ على تفكيرهم بشكل كامل وتحويلهم من حالة حالة من الضعف والعجز لديهم، وهذا يؤدي إلى وجود مشاعر جامحة لدى هؤلاء الأشخاص للخروج من هذه الصدمة وتجاوزها بشكل يجعلهم قادرين على الاستمرار، وخصوصا إذا كانوا قد انضموا للعمل في هذه المنظمة. هنا إدارة المنظمة ايش راح تبدي تسوي؟ راح تبدي تستثمر هذه اللحظة لدى هؤلاء الأشخاص وتقدم لهم تدريبا ووصفا وظيفيا يحقق لها ما تريد منهم، وتجعلهم يرون أن هذا التدريب هو الوصف، وبهذا الوصف قارب النجاة بالنسبة لهم، ويقودهم إلى شاطئ الأمان، وهم بذلك يسيرون ضمن المخطط الذي رسمته المنظمة لهم مسبقا. ليش رسمت لهم هذا المخطط بشكل مسبق؟ لتحقيق أهدافه في كل المستويات وفي جميع المجالات. أصور هنا صارت واضحة الأمور لكم. أرجع إلى مفهوم آخر أيضاً له علاقة بالأزمة أو نخربط ما بينه وما بين الأزمة، اللي هو المشكلة. قد تكون هي مشكلة وإحنا نصيح أزمة، وقد تكون هي أزمة ونقول عليها إحنا مشكلة. فما هو أيضاً الفرق ما بين الأزمة والمشكلة؟ أجي هنا في بادئ الأمر أعرف المشكلة. شو أقول؟ أقول هي باحث رئيس يؤدي إلى إحداث حالة تستوجب البحث والتحليل والتفسير. هذه الحالة تكون في الأغلب حالة غير مرغوب فيها، وقد تكون المشكلة أيضا سبب في وقوع الأزمة اللي تعاني منها المنظمة. فكل أزمة ناجمة عن مشكلة، لكن ليس كل مشكلة تؤدي إلى أزمة. الأزمات بحقيقة الأمر هي مشكلات جوهرية وقوية وحادة، يتم الحقيقة الشعور اتجاهها بالانفعال والضغط، واستمرار هذه المشكلات يؤدي إلى تهديد المنظمة، تهديد بقاء المنظمة، ويقضي على أهدافه ورسالتها ورؤيتها. هناك بعض الباحثين يميزون ما بين المشكلة والأزمة باعتماد معيار الزمن، أي أن الأزمة تحدث بشكل لا يتمكن الشخص من احتمالها لأكثر من 3 أيام. شوفوا، والمشكلة هي حالة يتمكن الشخص من احتمالها لأكثر من 3 أيام. إذن هنا الباحثين والكتاب ميزوا ما بين الأزمة والمشكلة بالوقت. الأزمة لا يمكن أن نتحملها أكثر من 3 أيام، المشكلة ممكن تحملها لأكثر من 3 أيام. وهناك أيضا بعض الباحثين أيضا يختلفون بالرأي ويقولون أن طول المدى الزمنية هو ليس بالضرورة أن تكون 3 أيام، قد تكون أطول، وهذا يعتمد على حجم المنظمة وطبيعة عملها، وقد تصل المدة الزمنية للأزمة ممكن إلى أسبوع أو عدة أسابيع. وقد أصبحت بعض المنظمات تحدد إدارة جديدة يطلق عليها مسمى إدارة المشكلات. شلون احنا هناك قلنا إدارة الأزمات وإدارة الصدمات، هنا ممكن أنه المنظمة تأخذ على عاتقها تكوين إدارة جديدة ما يطلق عليها تسمية إدارة المشكلات. هذه الإدارة هي شنو؟ هي إحدى إدارات البحث العلمي في المنظمة،
والمهمة الأساسية لهذه الإدارة هي إجراء الدراسات والبحوث المتعمقة للمشكلات التي تواجهها المنظمة، مع وضع جميع المقترحات والتصفيات والحلول الكفيلة بالتعاطي مع هذه المشكلات ومعالجتها والتغلب عليها. أما المفهوم الخامس نجي عليه هو مفهوم الصراع، وأيضا ما هو علاقة أو ما هو الرابط ما بين الأزمة والصراع. الصراع هو أكثر المفاهيم قريبا عدة لمفهوم الأزمة، يعني ممكن أجيبكم سؤال بالامتحان ما هو أقرب مفهوم لكم بالنسبة للأزمة؟ يا مفهوم، هل هو الصراع؟ هل هو القوى القاهرة؟ هل هو المشكلة؟ هل هو الحادثة؟ هل هو الخلاف؟ فراح تجون رأسا تقولوا لي هو الصراع. أقول لك ما هو المفهوم وما هو الأقرب ولماذا؟ من أسألك وأقول لك ولماذا راح تجي تبين لي السبب، ليش الصراع هو الأقرب المفاهيم إلى الأزمة؟ أريد سبب من عندك أو أجيب لك إياه على صيغة علل. فاشرح هنا تجاوبني. راح تقول لي إنه الكثير من الأزمات يكون جوهرها صراع بين طرفين بالمنظمة أو بين المنظمة كطرف وطرف خارج المنظمة. تنجم الأزمات عن شنو؟ عن التعارض والتناقض بين هذين الطرفين. لكن الفرق الجوهري بين الصراع والأزمة، شوف هناها كلش مهم انتبه عليها، إن الصراع لا يكون بنفس التأثير ونفس حدة وشدة الأزمة. يكون الصراع أكثر وضوح من حيث أهدافه واتجاهاته وأبعاده، بينما تكون هذه العناصر غير محددة وغير معروفة بوضوح في الأزمة. يتسم أيضا الصراع بطبيعة شبه دائمة في المنظمة، فهناك صراعات تتبدل وتتغير بين أطراف مختلفة وبين مستويات متعددة، بينما تبدأ الأزمة وتنتهي بسرعة وتترك وتخلف ورائها مجموعة من النتائج. صارت واضحة؟ إذن هنا نعطيكم تقريبا 3 إلى 4 أسباب هو لماذا الصراع قريب عن الأزمة وما هو الفرق بين الصراع والأزمة. صار واضح يعني؟ أوكي. هسه أجي إلى المفهوم السادس اللي هو أيضا نشوف به فرق ما بين نقول أزمة وما بين نقول حادث. ما هو الفرق بيناتهم؟ أجي أعرف الحادث، أقول الحادث هو حالة فجائية غير متوقعة تحدث بصورة سريعة وتنتهي هذه الحالة فور القضاء الحادث، ولا يكون للحادث امتدادات وتتابعات جوهرية تختفي آثاره مع اختفاء نتائج تداعيات الحدث. من جانب آخر فإن أي أزمة تحدث أو تكون ناجمة عن الحادث تكون أحد نتائجه، لكن الأزمة ليست هي الحادث نفسه، الأزمة قد تكون هي نتيجة الحادث. انتبه، الأزمة تكون نتيجة الحادث، يعني الحادث يحدث أولا ومن ثم تحدث الأزمة ثانيا وقد لا تحدث. أرجع إلى المفهوم الآخر اللي هو آخر مفهوم عندنا اللي هو مفهوم الخلاف. الخلاف أعده أحد مظاهر الأزمة، لكنه ليس أيضا الأزمة نفسها. يعبر عن وجود حالة من التضاد والتعارض والمعارضة وحالة من عدم التطابق في الشكل أو في المضمون، والخلاف يكون في أوقات كثيرة أحد الأسباب والبواعث الرئيسية للأزمة، وفي كثير من الأحيان يكون الخلاف في أمور لا تستدعي الخلاف، وهو ما يؤدي إلى تعميق الفجوة. لهنا أنا أعزائي الطلبة أنهي وياكم المحاضرة الخامسة، شكرا جزيلا لكم.